السلام عليكم، اهلا حبيباتي، كراكم دايرين؟ ان شاء الله يا ربي تكونوا بخير بصحه وعافيه يا رب. هنا جيت نخدم معكم مربى التين. هنا كنت خدمت معكم في روتين سابق، بصح اليوم حبيت نخدمه وحده باش ما كنت حابه تدخلوا تشوفوه كيفيه صنع مربى التين. تدخلوا تلقاوه بلا روتين باش يجيكم سهل ان شاء الله تخدموه. ما تنساونيش حبيباتي في اللايك جيم، ودي دخلتوا معنا جداد ما تنساوش اشتراك، ربي يجازيكم كل خير. فرجة ممتعة ان شاء الله. عندنا قرموس تين، كاين يسميها حرة، كاين لاوية، كل واحد كيسموها. احنا في الجزائر نغسلوها مليح مليح، شحال من مرة نغسلوها باش هذاك الحليب يجي في هذاك يحرق، باش ما يبقاش فيها كامل. غسلوها شحال من غسلة، نقطروها مليح. انا هنا نختاري الحبات اللي كو، هانتوما ديروا النوع اللي تحبوه، الخضراء ولا الكحلة، كيف كيف. هنا نديرو السكر، عطل تاع السكر معناها نص كيلو، 500 غرام سكر، والكرموس تين وزننا كيلو تاع كرموس. من بعد ما قطرت درت كيلو نيشان، هنا نحي لها هاد العنق تاعها ونقسم الحبة على زوج حتى نكمل الكميه كامله، ونحطها في طنجره ولا كاسرونه تكون ثقيله. لكن تشوفوا نحلها باش نشوف من الداخل الحبه تكون خاسره ولا مدوده، ولا عليها نحب نحلها. والاخوات اللي تكون تخليها مبلعة خليها مبلعة، انا دوك من بعد نرحيها عليها حليتها. أخواتي في الله، ما تنساوش تصلي على الرسول عليه أفضل الصلاة والسلام. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. نخدمه ونستغفره ونصلي على الرسول ونذكر الله، والله ما كتجي حلوة وبنينة. هنا بعد ما حليت الكرموس حبة على زوج، زدت عليها عطل تاع السكر. هنا الأخوات اللي تحب تبيتها تبات، تخليها كيما كتغطيها وتخليها تبات وحدها تطلق الماء تاعها. انا طيبتها تمتم، ضفت لها نص لتر ماء، نحرك حتى داك السكر يذوب ونحطها على نار. هنا ضفت لها حبه ليم، جات بنينه بالليم. واللي ما تحبش الليم ما ديرش، ولا دير نص حبه كيما تحبوا نتوما. هنا نجهد لها في اللون، نجهد لها قدر ما نشوفها بدات تغلي، نقص لها نخليها على نار هاديه ونروح نخليها. تبدي دير هذا الزبود كامل، خلوها تزيد الزبود هادو كامل يروحوا وحدهم. انا كل مره رايحه جايه نخدم حوايجي ونحرك تحريكه ولا زوج، مره مره يعني. عاد نشوف هذيك الرغوه البيضاء، خليها تزيد على خاطرها على نار هاديه حتى نشوفوا السير نتاعنا بدا يتقال. بديو خويا نشوفو بدا يتقال، والكرموس زادت كحالت كتر. نشوفو هاد الفقاعات تاني بداو يجيو كبار، حنا نعرفوها بلي وجدت هنا مزالا. راني نروح ونجي نصور لقطات، نروح ونجي هي على خاطرها. قلتلكم بالتفصيل كل 10 دقايق ولا نعاود نرجع لها، راها على النار هادية. شوفوا السير متاع تقال، هاد المرحلة نطفي لها النار. أنا طفيت لها. الأخوات تحب الحبة وافية تخليها، تحبو ترحيها أنا نص درت شوية هكا وشوية هكا، رحيت عبر ميكسر
والاخير جات احسن من تاع المحلات، صنع منزلي مضمون 100%. نجيبو هنا بلارة ولا بقالة، نغسلها مليح بالماء حامي ونمسحها مليح مليح ميبقاش كامل فيها الماء، نجففها مليح ونعمر الكرموس تاعنا. والاخوات اللي يحبوا يكون داروا كمية كبيرة يديروها في لي بورتمونجي صغار على حسب يحتاجوا يومين 3 ايام، يديروها في المجمد. كل مرة تبدا بورتمونجي صغيرة وتخليها دي كونجلا، يا تجي تكون جاهزة معاكم، خاصة في وقت الشتاء كي بيكونش كاين الكرموس. هنا هنا خليتها ماشي ملحيين، تجي كيما هكا. شاهدكم في الجنة، ان شاء الله ديروها جهائلة، ديروها في الحلويات تاعكم، تحبوا في الخبز ولادكم ديروها في الخبز باش ياكلوا بها، يشربوا بها قهوة ولا على تاي ولا الحليب تاعهم. حبيباتي ما تنساوليش التعليقات الرائعة تاعكم، ربي يجازيكم كل خير، راكم تشجعوني بزاف بزاف، ربي ينوركم، ربي يخليكم ليا ان شاء الله. حبيباتي كاملين، اللي نسات دير لي جيم تروح الان دير لي جيم باش قناتي تطلع بيكم نتوما، ويدخلتو جداد مرحبا بكم، تنورونا وتشرفونا، يعطيكم الصحة كامل ان شاء الله. جربوه وكتبوا لي في الكومنت كي يخرج لكم. استودعكم الله الذي لا تضيع ودائعه. مع السلامة.